وإلى ملف الانتخابات البرلمانية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت النتائج النهائية للمرحلة الأولى وجولة إعادتها. ووفقا لما أعلنته اللجنة العليا، فقد فاز 213 نائبا في النظام الفردي، بينهم 5 سيدات و12 شابا أقل من 25 سنة، و108 من المنتمين لأحزاب مختلفة، و105 مستقلين، و60 نائبا في القوائم، ليكون مجموع من نالوا شرف عضوية مجلس النواب 273 نائبا. هذا ورجعت اللجنة محاضر الفرز لسائر اللجان العامة التي وردت إليها، وفصلت في الطعون المتعلقة بها وعددها 67 تظلما، كما أضيفت أصوات المصريين في الخارج.